الدفع أنا كنت تحدثت عن أرقام الآن موجودين 1400 أمر دفع الأول، إنه المكتتبين لم يتم الولوج يعني إلى هذا يعني من شهر مارس إلى هذا يعني أوامر بالدفع، ويعني من قبة البرلمان أدعو جميع المكتتبين اللي قاموا بدفع ملفات للطعون وتم الاكتتاب تاعهم في منصة الطعون أنهم يتوجهوا للمنصة لاستخراج هذا لي زورد فيرسيون لا بروميير ترونش. نولي للسكنات اللي قمنا بالانطلاق فيها مؤخرا، لما كنتش جاوبت ولكن نجاوب السيد النائب، احنا قمنا يعني للاسراع في الانطلاق المشاريع، قمنا يعني لي زافي دابيل دوفر درنا تاع ليتيود لا رياليزاسيون او ميم طون، يعني جوست يعني باش تكون عندنا ما نضيعوش وقت في لي باساسيون دو مارشي.